شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرص عمل بالمملكة العربية السعودية جدة. مطلوب أولا مهندس كنترول تخصص مصاعد، ثانيا مهندس مبيعات تخصص مصاعد، ثالثا مندوب مبيعات خبرة في تسويق المصاعد، رابعا فني مصاعد خبرة في أعطاب المصاعب الكهربائية. المقابلة يوم الأحد الموافق 24/11/2019 الساعة 2 ظهرا في مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون. أرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل على الأرقام التالية. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج تتمنى لكم التوفيق.